طاهر الشيخ. كابتن خطيب اصلا الراجل ربنا يديله الساعه دايما. كابتن خطيب والله بامانه بيتحمل عشان النادي الاهلي، كان اعتقد واخد حقنتين. ايوه بالظبط. وقاعد بتوب تريننج بتوع زمان دول، وما كانش في دماغه هينزل كمان. صحيح. كل اللي عمله مستر كوتي انه قلب الماتش. الكابتن انا فاكر الكابتن فاكر حشيش سخن ازاي عمل كده، عمل كده وكده وراح رايح على الخط شويه ولقينا كابتن الشيخ. أيوه. كابتن حازم خالد ربنا يديله الصحه خالص، والكابتن طاهر اللي شرابه نازل شرابه ومش في دماغهم هينزلوا، يعني رغم انه هيكونوا لانه واضح ان الكابتن كان راجع وكابتن خطيب كان تعبان بقى وحراره وكمان واخد قبلها حاجه فيها كورتيزون ما كناش نسمع عن الحاجات دي. وهوب لقينا الاثنين وكان لازل 2-1 2-1 طبعا طبعا للزمالك، كان 2-1 للزمالك. انا كان قاعد جنبي جدتي قالت له يا قلبك يا شيخ على طريقه جون التعادل. ايوه لانه فعلا انت عايز جون باي طريقه، فالكابتن كمان يروح نازل وعاملها كده يا خبر. قالت له يا قلبك يا شيخ. فجرت عليك كابتن لطيف ما هو اتفرج على الماتش. قال لك وكده يبقى الزمالك خد الدوري والاهلي عارف مش عايز يقول مبروك للاهلي اي حاجه، عايز يوزن العمليه. الزمالك خد الدوري والاهلي خد الكاس، احنا حبايب يا جماعه. كابتن طاهر مصري في الماتش ده ربنا يرحمه يا رب، الله يرحمه، واحد من نجم النجوم كرويا واخلاقيا، استاذن من الحكم وخرج. كان كده الكابتن فاروق بقى حبيبه ابو احمد، قعدوا يزهقوا بعض على مين يرجع، كان مختار عمال يروح من أيوة هنا طبعا. وايه والدنيا يعني ما شاء الله. الشوط الثاني مزيكا يعني، الماتش ده اسلام جمهور النادي الاهلي ما ينساهوش ابدا يعني. 78 كاس مصر 4-2 راح يعني يقول لك كابتن حسن نرجع يرجع فبرضه مفتوح، يقول لك كابتن فاروق راح قال للراجل خلينا نطلع قبل جمهور الاهلي الله يرحمه طبعا شخصيه عظيمه. جمهور الاهلي برضه انا بقى عشناها انا وحضرتك اللي هو ايه رايح ما يعرفش حاجه غير انه هيفضل يشجع في النادي الاهلي. بالظبط. انا عايز اقول لك انه اغلب الناس يعني اللي هم في المدرج وشهم مش للملعب عمالين يشجعوا بعض والنتيجه 2-1 يا كابتن اسلام عشان ما حدش يسكت، عارف ما حدش يسكت. اللي فارق عليه بجون الزمالك لا هو اللي مش ساكت، وكانه عارف ان هي هتيجي يعني هتيجي يعني. والجمهور وقتها بقى كمان يا اسلام يعني جمهور اهلي وزمالك وماتش كاس وبتاع وضع مختلف تماما يعني. ابو علي في 27 نوفمبر